أقول لك قريت الرسائل الثلاث؟ إيه قريت يا أخي. هالرسائل فيها شيء عجيب، حسيت كذا شيء مثل السحر. وأنا جالس أقرأ وهي توصف الأشياء وكذا مخي قام يشتغل، أتخيلها، أتخيل هي شكلها كيف بيكون، شكلها وهي تكتب الرسالة وهي توصف حياتها هناك وين تسير وين تجيب، الناس هناك كيف، الشوارع، البنايات في لندن. أول مرة أحس كذا، كل راسي دار علي، ما قدرت أرقد البارحة. إيه أنتوا شو تتكلمون؟ يا ابن الحلال اصبر شوي، اصبر. قول قول. شو أقول يا ريال؟ اليوم يوم داومت الصبح كذا حسيت بضيق في صدري، أحس مسوي جريمة كأني سارق. أقول لك خالد، خالد، أنا الحين إذا شليت طماطم من مزرعك وصرت بعتها بتزعل؟ شي أول مرة تسويها؟ السنة اللي طافت مسوينها تراك. يعني أنا الحين جبت سالفة الطماطم المزرعة على أساس تركب مثل سالفة الرسالة والبريدة. المثال طلع خايس. الحين تقول تعطيني مثل؟ إيش دخل الطماط في المزرعة وخالد؟ أنت اللي في راسك طماط. بعدش مهمة؟ سمعيني، أنا ما أروم أكسر كلامهم. حلك الوحيد إنه يجيبك آخر الأسبوع. أما سالفة تأثير ورد أو أن نتحول العين هذه أنا ما أروم لها. أنت سمعتيهم شو قالوا يوم اقترحنا عليهم. بس هذه حياتنا ومن حقنا نحن نحددها بالشكل اللي نشوفه مناسب. أنا بعد ما يناسبني أودر أهلي، ولا تبيني أخلي أبوي وهو معتمد علي في الشغل؟ لا تتعلث بأبوك، هاكي أختك عايشة في بيت بروحها وفي لندن وبدون محرم، ولا حلال عليها وحرام علينا. أنت بعد اخترتي تعيشين في سكن الجامعة ونروحك، إلا من يديد طالعت لي بهالطنقالة هذه تبين تتحولين للعين. سكن الجامعة ما يكفينا أن ألتقي بالأخوات والزميلات، نحن شكلنا مجموعة وعندنا مبادرات وتطلعات. وبعدين إذا تجمعنا في مكان خارج الجامعة بيكون أسهل وأحسن لي ولك. بتخبرش أنا مطرشنك تدرسين ولا مطرشنك تسوين تجمعات؟ نحن الحمد لله نجتمع على الفكر الصالح. فكري يخلي الناس أقرب لدينها وتفهم تطلعاتها. وين الغلط؟ كيف أقدر أساعدك؟ هذا الكلام الطيب. أول شيء من واجبك كزوج أن أنت تساندني وتساعدني. ثاني شيء إن شاء الله وبإذن الرحمن لك الأجر والثواب. ثالث شيء بس أنت أقنع الوالد وكل الأمور بتكون طيبة. أنا بعد أبغي منك شيء. تفضل. لا تبين طاري عليها، ما أبغي أسمع عنها أي شيء من دون شيء وسوس. إن شاء الله. بس صراحة أنا ما أعرف كيف أهلك مخلينا هناك بروحه، لا حسيب ولا رقيب. أنا شو قلت لك؟ استغفر الله العظيم، استغفرك ربي وأتوب إليك. تفضل. جد كتبتي رسائل حق حد؟ يعني غير رسائل هاي اللي تكتبينها كل يوم حق دوائر حكومية وطلبات فلان وفلتان. ممكن توضح كلامك؟ لمتى بتتم خايف تتكلم وتستحي؟ تراك الحين كبرت وصرت تشتغل. شو تقصد بالرسائل؟ تقصد كتبت رسائل غرامية لحد؟ لا لا، ايش هالكلام، مو بهذا قصدي. حيا شو تبغى تقول؟ عاد خالونتي خذيني على قد عقلي، لا تكبرين الموضوع. انزين تبغى تكتب رسالة؟ ترى بساعدك. هو يعني أنا ودي أقول لك بس خاف تفهميني غلط. ليش أفهمك غلط؟ يوسف شو فيك؟ مالي انت الحين خلص الشغل اللي عندك وانا بكون في الحجر، يوم بتخلصين زقريني. انزين لا تنسى السيارة باكر، قلت لك بشتري سيارة وبجيب دريول. ان شاء الله. ابغاك تاخذين ورقة وتكتبين فيها كذا كلام حلو تكتبين فيها وعقب اعطيني اياها. والله انك مو طبيعي. انزين شو نوع الرسالة اللي تباني اكتبها؟ خلاص ما عليه، سير انت والرسالة بتكون جاهزة عقب ساعة. ساعة بكون عندك، واعتبري طلباتك تمت. تمام. هذا بيتي الثاني يا عمي. أنا ضليت أتريق عند باب هالبيت بس عشان المرحوم يطلع وأشوفه. جزاك الله خير. أنا سألت كل حد، إذا حد يطالبه ولا عليه دين نبغي نأدي كل اللي عليه، وأنت منصوبك اسأل ربعك ولا أي حد يعرفه، ما نبغي نخلي عليه شيء. الطيبين ما حد يطالبهم شيء إذا ربحوا يا عمي. عموما أنا إذا في شيء بسأل وبخبرك. صرت البريد وسكرت صندوق بريده. كان يحب المراسله وايد الله يرحمه، كان يحب يتعرف على كل الناس، بس يوم كان هيك اليومين يجيب رسائل ايش كثره، يوم صرت اعطوني بس رسالتين وكم رساله مال الحكومه، ما اعرف شو السالفه. عمي اذا تبان يسيره تخبر لك عن رسائل باجيه تراني حاضر والله. جزاك الله خير. سهران؟ يمدحون السهر. تعالي انت باكر، نبي نوديك عند الباصات. انت؟ لا لا باكر انا برقد لين العصر ولا علي منك. ابوي بيكسر عليك باب الحجره، باكر صلاه الجمعه. ايه صدقين نسيت. لا عيل اخترب مشروع الرقاد. مشروع الرقاد؟ مشروع رقاد سهر مفهي. فيك شيء مستوي؟ كيف يعني فيني شيء؟ ما حد الدوام يسوي شيء بالوادم. انت ترى يوم ترمسين تذكريني بواحد من الشباب. شو الرمساي؟ شو عرفك؟ الحلوات يرمسن شي. حلوات؟ يعني وحده اذا يعني كلامها حلو يكون شكلها حلو؟ ها؟ يعني اذا وحده حلوه تقول كلام حلو؟ ارمس جد انا شو ضحكت؟ سيري لها. زين متى الراتب؟ ايش تبغين بالراتب بعد؟ اختك وما بتقصر وياي. لا اخوي ولا اختي، الراتب بعطيه لامي. تلعبين بالفلوس انتي. يوسف سر اطلق الباب. لازم تصير المستشفى. لا ما عليه ابوي ما يحتاج، امي بتحط شويه مرهم بيخف ان شاء الله. ايدك محترقه وتقول ما عليه وامي بتحط لي مرهم؟ نحن زي يوم تلاحقنا على الحريجه ولا كان شب البيت كله. جزاكم الله الف خير وما قصرتوا. بس لازم تخبرون الشرطه يجون يشوفون المكان. لا ما يحتاج ما يحتاج. هيا قوم يلا انا بوديك المستشفى. لا ابوي انت استريح، انا بخلي سالم يوصلني. الحين بعد هذا العمر كله تبغينا كل واحد يرقد في حجره بروحه. انت ما تستحين يا حرمه؟ احسن لي واحسن لك. أنا محتاج عقب هالعمر وعقب عشرة 35 سنة إني أكون روحي. بروحك؟ شو نقول حق الإيهان؟ الحب اللي بيني وبينك انطفى خلاص. اللي يجمعني فيك الحينة هالبيت والعيال. تتذكر قبل 10 سنوات؟ أنا لا سرت عنك وطلعت من البيت ولاني تزوجت. ما تقدر تتزوج. لو تزوجت كان طلعتي من حياتي. أنت ما تقدر تتزوج، تعرف ليش؟ لأن أهلي بيسحبون كل استثماراتك، وإذا سحبوها أنت بتخسر، وأنت شخص ما تبغى تخسر شيء. يعني هذا اللي يهمك بس، ها؟ الاستثمارات والفلوس. يعني انت كنت تبيني انا اخسر. لا، كنت اباك تحبني اكثر من قبل، بس للاسف انت ما قدرت تحبني، علشان شي انا تعبت وفكرت وقررت. زين، شو بنقول حق الإهالي إذا أنا سكنت في حجر بروحي؟ قول لهم إنك مريض. مريض؟ الله، مستوي وايد قاسية. ما كنت كذي يا مالية، دنعتيني بالمرض. شرات الواحد الأيرب المعزول في حجرة بروحه. هذا كله بس علشان الصورة الاجتماعية. خلاص، أنا منزل الحجر اللي تحت. على راحتك، اللي يريحك سوى. في الأول من سبتمبر من عام 1986 طرقت عليا بابا عيسى للمرة الأولى، فكتبت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة لا أعرف كيف أكتب بدايتها، لكنها ستكون مختصرة وقصيرة. لقد وجدت عنوانك في المجلة يا عيسى، ولم تلفت انتباهي صورتك أو هواياتك، فأنا لا أهوى الشعر ولا ركوب الخيل ولا المراسلة، وأنت أول شخص أراسله في حياتي. وشخصياً لا أعرفك ولا أعرف عائلتك، والأمر الذي قادني لمراسلتك قد تعرفه مستقبلاً إن كانت لديك الرغبة في أن نتبادل الرسائل والتعارف بيننا. أراسلك من بريطانيا حيث أدرس، وأنا طالبة إماراتية. لا يوجد لدي أكثر من ذلك لأقوله لك في رسالة أطرق بها باب التواصل معك، وأنا في انتظار ردك كي أعلم أنك ترحب بهذه الطريقة. وكان أن رد عيسى على هذه الطريقة ورحب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الصديقة عليا، تحية طيبة. وبعد، أبعث لك تحياتي من بلدنا الإمارات، وأتمنى تكوني في أتم صحة وعافية. لقد سعدت برسالتك وسأسعد أكثر بدوام المراسلة بيننا. لقد توقفت كثيرا عند جملتك، والشيء الذي قادني لمراسلتك قد تعرفه مستقبلا. وسألت نفسي، إذا لم تجذبك صورتي ولم تثر اهتمامك هواياتي، فما الذي جعلك تراسليني إذن؟ لا أخفيك سرا، إن قلت إن فضولا كبيرا ينتابني حاليا لمعرفة السبب. أتمنى أن أعرف عنك المزيد. ماذا تدرسين في لندن؟ وكيف هي حياتك هناك؟ لقد سمعت عن لندن لكن لم أزرها ولا أعرف الكثير عن حياة أهلها. سأخبرك عن نفسي أشياء أكثر. أنا موظف في بنك منذ 5 سنوات، وأفكر في إكمال دراستي الجامعية مستقبلا، إذ أعمل حاليا بشهادتي الثانوية، وسأسعى إلى التخصص في المحاسبة. أنا أحب عملي مع الأرقام، لا أود أن أكون ثرثارا في أول رسالة. سأكون في انتظار رسالتك القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى. احترقت يديك ها؟ شو تقصد؟ شو بعد؟ اخذت رسائل مو برسايلك، هاي اكيد حوبات عيسى. يعني احترقت يدي لان اخذت رسائل عيسى؟ يوسف واضحه. الحين لا تخليني اصدق كلامك، انا بروحي متخربط، ساعات استانس لاني ما اخذ رسائل وساعات احس بالذنب. ايه انت اخذت رسائل واحترقت يديك، لو ما اخذ شيء من ثياب عيسى كان شو ثوابك؟ شو احترق فيك؟ يا اخي عن هالسوالف. ظنك كذي؟ ايه بدينا نوسوس ها؟ لازم بوسوس، خط شيء مو بلي. انا بسالك سؤال، علي هاي كيف شكلها؟ اظن عيسى نفسه ما يعرف كيف شكلها. بعدين ما عرفنا لك انت تو تلومني لاني ما اخذ رسائل، الحين تسالني عن شكلها؟ انا غلطان اني اخبرك موضوع رسائل. ايش كان معصب معصب. تعال انا موقف سيارتي هني، وين صارت؟ الو عليوش، اخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف لندن وياك؟ انت عن ابو ما ترقدين، شو تبين متصله هالوقت؟ الحين انا فيها صيحه وانت تبغى تضحكني؟ والله ما عم تشوفيني يا عبد الله. مره واحده نشيت، حسيت اني ولهانة على ماما، ابى اسمع صوتها. اكيد ولهانة عليكم انتو بعد، ولهانة على البيت، ولهانة على الامارات، على قولة الانجليز هومسك. شو فيك انت؟ شو فيك؟ شو تبى الحين؟ قولي شو تبى؟ سالفة ورا سالفة. بعدين تعال، انت شو مو عنك الحين؟ لا يكون توك راد البيت؟ والله يا ويلك من مايا، والله يا ويلك. اسمعي عليو، والله والله قولي لابوي خليه ياخذني عندك محرم، على الاقل يجلس وياك. انزين ما عليه، اعتبريني امك وسولفي وياي، ابي لسه اضحك عليك شوي. انزين، مو مشكلة. خلاص عيل. ان شاء الله. سلم على مايا وسلم على ابويا. حاضر، ولا تقطعون، وخبرهم اني اتصلت. ها ان شاء الله. يلا مع السلامة عبد الله، ودير بالك على عمرك. حاضر، باي. أنا الحين أتذكر يوم جاي بنك المستشفى وساحبنك من يدك المحترقة هاي وأنت تصيح مثل الياهل. يينو يوسف لا تتم ساير جاي كأنك ما تتذكر شيء. يوسف أنا ريال أسوي 6000 شغلة في اليوم، يا دوب أتذكر شو ماكل. ولدك فاضل صف كم؟ ثالث، لا ظني رابع، يمكن أول إعدادي. أول إعدادي لازم ما بتتذكر، عواش عنده كل شيء، هي تودي هي تيبي تأكل الشرب تدرس كل شيء، أنت تفق برزة. لا بعدني بعطيه حقوق اكثر. يا اخي عطني حقوقي ورجعني البيت. يا ابن الحلال اقول لك جبت السياره ووقفت هنيه. يمكن موقف غلط شلوها. شو يعني اذا موقف غلط يشلونها؟ وين يودونها؟ ايش دراني هسه؟ اسال المرور. يعني كذي يشلون السياره ويروحون؟ يا اخوي الدنيا مو فوضى، الحين في اماكن توقف فيها، في اماكن ممنوع توقف فيها. سير سال عن سيارتك ان شاء الله تلاقيها طايحه في الشبك وعليك غرامه بعد. اقول لك المره هاي احترقت يديك، المره اللي جايه ما ادري شو بيستوي فيك. تدري؟ أنا برجع رسائل حق أبو عيسى وبفتك من هالسالفة كلها. حاولت أن تكتب له مجدداً لتبعث بتساؤلاتها، غضبها، قلقها. حاولت وعجزت، وحاولت وعجزت، وحاولت وعجزت، حتى غلبها العجز وغلب قلمها. مسكينة هذه الفتاة، فعلمها على هذا البعد قليل. كلمت عليو الفجر، هي كانت متصلة. بس على ما وعيتني؟ ما لحقت أمي، صارت رقدت على طول. بعدين زهنة ما وعيتك، انت تصيحينها وانا اضحكها، بس احس عندهم الجو وايد حلو. يعني انت للحين مواصل ما رقدت صح؟ الا هذيل صاروا دبي قالوا بيتغدون هناك وعقبه يوصل حرمة العين. يا حلو، سمعت الرمسة، هذا اللي يخلي بطي يفكر يطلع من البيت، تنغيزات اللي ما نخلص منها. يعني لازم يشاور إذا دخل البيت ولا طلع من البيت، هو يا حرمته لازم يشاورون. بس العادي يخبروني يعني وين بيسيرون وين بيون، بس البارحة ما حد خبرني. بغيت الصدق أنا باهم يطلعون من البيت يعيشون براحتهم وعلى كيفهم، حتى أنا أفكر أشتري له بيت عشان يستقل. يعني الحين أبوي أنا لو عرست عاد أجيب حرمته هنا وأسكنها وياي؟ حضرتك كنت بتسويها من سنتين، بتتزوج وتفتح بيت، لكنك ما سويتها خواف. أقول لك أمي، أبو واحد من ربعنا صار مصر وتزوج هناك. أقول لك ودر عنك هالسوالف، الأخبار هاي نحن كل يوم نسمعها بالجرايد والمجلات، يعني ما قلت شيء جديد. أنت شكلك مواصل وقمت تخرفت وتفقد أعصابك وما تثمن الكلام اللي تقوله. كمل أكلك وسر رقد، ريح أعصابك، مستوي اللي سوسة، أنا ناقصنك بعد. خالوش حقه ما عزمونا وياهم. دخيلك ما انا بعزايمهم، لان لو سرنا ما بنرد الا نص الليل. ابويا يوسف بعده راقد؟ خليه يرقد، شو تبين فيه؟ عيلان منو بيوصلني عند الباص؟ انا بوصلك، ولا ما تبين تركبين سيارتي فتقولين هاي سياره كشره؟ امك ما تخلي مكان ما تصير وياي، وهي اللي تقول لي لا تبيعها، او انا اتذكرها بايام شبابها. زين الحمد لله انك واعي، يلا ساعة وبكون جاهزة. لا لا ما اقدر اوديك، انا متواعد يا شباب مشغول وياهم. لا والله، مو على اساس كل جمعة هالوقت انت توصلني عند الباص، ولا تباني اخذ سيارة واسير روحي لين العين، انت بس شي تحب تنكد على الواحد عشان اصيح في الباص لين العين صح؟ وصلها وعقب سير وين ما تبى. ابوي والله ما اقدر، ودها انتهى المرة. باخذ الليسن وانت اللي بتاخذ السيارة، والله وانا حلفت. الحين ليش مسوي هالحشره كلها؟ عشان قلت لك انا عندي شغل ضروري؟ خلاص هذه مواقف الباصات قريبه عند البريد، قلنا لك ابوي بوديك. لا والله، وان شاء الله تبى ابوي ينزل ويشيل الشنطه، عندي وايد اغراض والشنطه ثقيله. لا يا ابوي، انا ما اروم اشيل شنط، ودها ولا تستوي عنيد. ان شاء الله ابوي. ليش واقفه بعد؟ سيري البسي، عندك نص ساعه وبطلع. لما انا اتجهز انت روح شغل السياره وشغل المكيف، ولا تنسى تعطرها وشيل شنطتي وياك. ايه اشتغل عندك انا. لا ابوي، انت تشتغل عند الحكومه في البريد وين يطرشون رسائل. اجلس اجلس لين انت اختك. الا على طاري الرسائل، يقولون ايام قبل يوم يبون يطرشون رساله يربطون الرساله في ريل حمامه، يسمونها حمامه الرسائل، ويهدون الحمامه وتصير وترد بالخبر. عاد انا بعد يوم تعلمت شويه اقرا واكتب قلت شي ما اسوي مثل قبل، واقوم واكتب رساله واربطها في ريل حمامه واهدأ، وهاي تسيرها لين اليوم، لا الحمامه ردت ولا الخبر رد. لين الحين انا اتريا وانا ابوك. اشوف شو ملابسه برقع. وعليه الله يهداك، انا ياسر حاتي ولدي وانت تقول لي برقع. ولدك ما في الا العافيه يا حرمه، الفحوصات بعتها ما خلصت، بس الطبيب طمني ان شاء الله خير. زين دخيلك، ابغيك تصير البيت وتجيب لي اغراضه وانا بتمنى عنده. هي اقراض الله يهديك، انا ما اعرف اقراضها، اذا تبين تعالي انت وياي. انا اقول ما في داعي، لان تو قالوا لي يمكن اطلع الليله ولا باكر ان شاء الله. لا ولدي في شيء وانت ما تبغي تخبرني. ولدي لازم يسافر يتعالج برا، ما يتم هنا ولا دقيقه. يا بنت الحلال ولدك ما في الا العافيه، يعني الحين اذا اي واحد طاح ولا شوي يتعور بيودونه برا. الله يهديك، اقول لك الفحوصات بعدها ما خلصت، خلي تشوفون الفحوصات وعقب ان شاء الله بنقرر. بنتي بعيده عني، ولدي طايح في المستشفى، والثاني يبغى يظهر يهد البيت وحرمته. يا ربي شو الياس تسوي فينا؟ ليه شي؟ يا بنت الحلال اذكري الله. لا اله الا الله. شو هالرمسه هذه؟ بنتك وتدرس، ولدك مرض وطاح، ولدك العود تزوج وحرمته تدرس ويبغي يتبحر. هذه الحياه، هذه سنه الحياه، العيال من يكبرون كل واحد يتبع مستقبله. عموما اطمني، بكلم عدنان ان شاء الله هو بيتصرف. زين احمد تم واجفين؟ يلا 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 خلينا نسير البيت، يلا توكل على الله. يلا تعال. ها جبت الشنطة ولا لا؟ شوفي اقتباسكم يوصل الساعة 3:30، الحين الساعة 2، بروح بيت حد بخلص شغله وعقب بنسير. بس بنتأخر شي. لا تقولين نتأخر ما نتأخر، قلت لك أنا عندي شغل. زين بلاك معصب، أنا ما قلت شي. مو معصب، يمكن مو براقد زين البارحة. إيدك تعورك؟ أنا أمس تميت تحاتيك وتريتك لين الصبح. والله؟ أحسن شيء فيك إنك حنونة. حنونة وبس؟ حنونة وجميلة وأينن، وجايبت لك أشرطة وأغاني تينن كلها حب وغرام. صبي صبي لا تحطين شيء، خلي أخلص شغلي بعدين حطي اللي تبين. أنا ما أعرف أنت شو فيك. فيك شيء بس ما أعرف إذا هالشيء حلو ولا مو بحلو. أقول لك كيف تعرفين إن اللي سويتيه هو شيء صح ولا غلط؟ يعني أنا سويت شيء ساعات أحس إن أنا فرحان، بس ساعات أحس بتأنيب الضمير، بنفس الوقت أحس إن أنا يعني متعلق في هالشيء. يعني عرفتي شو أقول؟ مش منه رسالة أصلاً، أي شيء أنا أباه ما يوصلني. شو رأيك تروحي على البريد تشوفي إذا في رسالة؟ يمكن في خطأ. إذا ريال متزوج وعنده عيال يستوي راس الحرمته مرة ثانية؟ رسائل هاي لها تأثير عجيب. هالأحرف هذه يوم تقراها تحس إنك كذا في عالم ثاني. أنا اللي أقصده إنكم أنتم اللي اخترتوهم لبعض يوم كانوا صغار، بس ولا واحد فيهم قال إنه يبى الثاني. بس ولدي قايل شكلها حلو وعايب تنه. مو بكل شيء قال، الواحد عنده أسرار، عنده خصوصيات. عيل والله العظيم إنك متغير. متأكد إنك أنت يوسف أخويا؟ هالرسائل شيء وراهن. أنا حجزت صندوق 1003 مال المرحوم عيسى، لا كل يوم يا أبوي عشان يسكره. أنت لو تبى رقم أحلى بكلم لك المدير، وبعدين أصلاً يحق لك كونك موظف في البريد. زيتعان، هاي البنت هناك أكيد تتري رسايل من عيسى، شو بتسوي؟ أنا عيسى.